استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية صباح اليوم السيد كمال ديميريل جيلر سفير جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين الذي تسلم مهام عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة مؤخرا. خلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سفير جمهورية تركيا بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد متمنيا سموه له التوفيق في أداء مهمته الدبلوماسية بالشكل الذي يعزز من أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين. أشاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية التركية من نماء وتقدم في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأكد سموه أن المسار المتقدم للتعاون الثنائي بين البلدين يجسد ما يربط بينهما من علاقات قوية ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة. وشدد سموه على ضرورة تفعيل ما يربط بين البلدين الصديقين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير ميزان التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدى البلدين على الأصعدة كافة. وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون الذي يرتقي بأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات جديدة تعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب سفير جمهورية تركيا لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بكل ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون القائم بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات.